طبعا الجيم اللي راح قلت 1000 دولار، اما هذا الجيم 10000 دولار للي يفوز مع الدليل. طق الرحمن اودي دبلوك طبعا مع الشباب اليوم راح نلعب بطاره القاتل طبعا. طبعا المقطع اللي راح لعبنا بطاره القاتل وصل شو اسمه 1000 لايك، فهذا المقطع نبي نوصل 27 مليون لايك. فهذا اللي نبي نوصله. انتو قدها يا عاد، شو على الاقل مليون لايك، هذا اقل شيء ابيه يعني، فهمتوا؟ ونبي نوصل 7 مليار مشترك، يعني ككثر العالم. عموما راح نلعب طبعا الحين في هذا الماب طبعا اللي هو هذه المدينه مثل ما تشوفون، فيه محكمه وفي ذا 3 بيوت، فيها المستشفى وماكدونالدز وكي اف سي، هذا الماب. وندور عن الليفر طبعا، اتوقع انكم اغلبكم يعرفون اللعبه. المطار القاتل يطاردنا وإننا نحاول ندور الليفر عشان نقدر نطلع مع الباب، واذا طلعنا مع الباب فزنا، فهذا اللي يصير الحين. بسم الله نبدا الحين. طبعا هذا سكن فهد، يلا عرف عن نفسك السامج. انا الحلو فيهم. اوكي. لا وانت شو؟ بس يلا. وانا فرعون طالع من قبري. هذا سامجه. اوكي وانت؟ انا صار الذبانة. هذه نحلة حاسة. لا ذبانة. شم الذبانة المدرة هذه. وانت يا مود وش؟ كني طالع من القبر. اوكي ما ادري ايش دخل. وانت ايش هذا؟ هذا سكن من انمي. لا مو بانمي. جاسبر. ايش جاسبر هذا حق ذاك الكرتون الخايس. عموما راح نبدا اول شيء الحين. اللي يجي طبعا احمر عليه هو اللي يصير القاتل. فاول شخص راح يا بزر فك خلي الصندوق يا فهد. اوكي اول واحد بنبدا فيه فهد. اوه على طول قاتل. لا لا تعال تعال ما دول قاتل. تعال هذا صندوق، هذا صندوقك يا فهد، تعال خذه. يلا يلا. طبعا الوقت يا شباب شوفوا لحظه بوريكم شيء. الوقت هذا فيه بوشن 8 دقائق، اول ما يخلص البوشن يعني خلص الجيم. اوكي كل واحد ياخذ صناديق يا عيال. يلا اوكي يا فهد. لحظه لا تشربها الا اذا بدا الجيم. يلا اوكي الحين طبعا راح فهد يبدا الحين. يلا تعال من هنا يا فهد، وينك؟ يعني هذا. يلا اشرب البوشن، اشرب البوشن. يلا يلا طيب. يلا يلا بدا الجيم. لحظه خليني اسحبكم. يلا 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 اصبر اصبر. لا لحظه كذا خلي زين خلي يزبن اللي برا. لحظه لحظه عط نفسك اختفاء يا فهد. يلا يلا عط نفسك اختفاء زبن اختفاء وزبن. يلا يلا طبعا شباب والحين اللي يفوز في الجيم طبعا اسمعني، اللي يفوز في الجيم طبعا الجيم اللي راح قلت 1000 دولار، اما هذا الجيم 10000 دولار للي يفوز مع الدليل. طبعا راح احط الدليل. يلا ابقى يا عيال ابقى يلا يا عليك امك. لحظه ارجع ارجع يا مسرع يلعن شكلك. اصبر اصبر اخر شيء وعود ارجع. اصبر 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 يا عيال اصبر اصبر. دوروا دوروا دوروا. انا اتوقع انا علنا في بيت المسبح، ما ادري بس بخله لا عشان ما يجلدنا ذا. يلا لو يا ارحم امكم لا يفوز. ما في اعطى 10000 دولار. الفراش انا معك. اوكي لحظه يلا خليني اذبح وموزع عليك. وش 1000 دولار؟ 10000 دولار. قطع فوق قطع فوق. لحظه لحظه. لا حلو يا عيال. يمكن اكسر الجدران هنا. حلو حلو. تعال شوت شوت يمكن ترى. يلا عيال دور 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 اسرع اسرع ولا ايش هنا؟ ما ادري. يلا دور دور. لا فرعون ايش جابك معي يا فرعون؟ والله خبيش ولا هنا ما في شيء. حلو حلو. يلا يلا دوري دوري يا عيال. قول والله شقيت يموت. يلا عوافي هذا ما في شيء. يلا يلا تجمسهم ما عاد تهيلون يا عيال. اوكي لحظه لحظه ترى ما يمديه يفتح الباب يا عيال، يعني يسكروا الباب. شباب واحد اعطيني كلتف بطيء. لحظه 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 بتطير في الجنه ان شاء الله. لحظه وين وين؟ ولا اتوقع انه يعلن انه مكسر بلكه عشان سمعت يقول عادي يكسر بلكه ما ادري. ما اتوقع انه في شيء طبيعي. ادور زين. اوكي لحظه وين؟ انا في بيت شوي هاي كيك. لا 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 يا عيال اقدر شكلها هذا بكره خلاص. ولا والله هي اللي راح فيها عشان نطيت. شت 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 خليني ازبن خليني ازبن. خليني اروح من هنا. خوش لي دعاء. والله يقطع ام الغبنه. والله دعاء خرج لي. يا عيال لازم نجيب الشارع. لا يا عيال يقطع من النكبه يا عيال. مع سبيد البصخ ما يهديني. اما معي سبيد اوكي. نسيت ولا انا على بالي ما خلاص راح. لا ما يشيد الهيل. لا يما يما لا تكويات. لا تبعص المحتوى. لا تبعص. لا يا مزر يما
يا عيال مزح 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 يا عيال. روحولا يطلع شكله ناشفني يا عيال. وينك وين الدعوة؟ والله على اخر الحافة. يا ريكون يا البيت البنفسجي البيت البنفسجي مش قول حلو اخ الراحة. يقطع شكله ينشبني يا عيال. الله ما خليه يما. هاي القمطة. لا لحظة خلني اوكي لحظة هيت. ايوه خلني ادخله. حاول تعال لك في بيت المسبح. لحظة دور خلني طفي النار. اوكي لحظة اخ يا فرعون شبي معي. دخلت الشك. رجع فوق انا فوق جود جود وراي ولا لا لقوا المفتاح. لقوا من لقى من لقى وين 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 لقوا اوكي انا سويت حريات لقمت كلت زق. يا بدر وين مزبره يقطع شكلك. تعالوا تعالوا بسرعه حسب المطعم. تعالوا يا دحوم تعال عني المطعم. وينك مزبنة يا الوسخ؟ والله وين وين وين؟ وين يا عيال والله دافنة دفن يا عيال. صرت بلكة واحدة ما دفنت أمه ولا شيء. طب واضح الصندوق نقدر نشوفه؟ إيه حلو حلو. أوكي على البيت بيت المسبح ما في شيء ما في شيء المسبح. أحس خلاص جاب أمه هذا جابه. معلش لا تدحين بس انا بشوف. اوكي لحظة رفع يا على البيت ذا بدور الحين في مستر بين. لا يا ذكي الحين بيسمعك يجيك. انا ليه كذبت يا الله مسوي خطة على وجهي. يا الله مستر بين ما ادري ابي اكل الفخ مع 19000 سلام. هلا يقلع من المنزلة والله زققها معك والله بالياضة لقيتها انا لاحظت شيء فادي اذا واحد ما ركض. لحظة كم بقي دقيقة لما شف بيت مستر بين لقيت فيه. لا ما لقيت والبيت البنفسجي برضه ترى ما فيه. البيت البنفسجي ما فيه فهد معلومة بعلمك بشيء ممنوع تحط يعني برا شو اسمه ايه بالله يقطع من القهر جنزع بالله يا عيال تراني مت. راح اللي معي راح اللي معي يا عيال والله انشقيت شق شت والله راح مني يا عيال وال دحوم عطني كريتي في البريتر وشي بس انك شباب ليكم في المحكمة شباب دوروا زين يا دحوم. لقيت الليبر تعال وين تعالوا يا بيت مستقبل بس تحت عند هذا يا شباب. ليتس جو يا وليد استروح وين وليد روح حط عند الباب عند الباب بيت مستقبل عند الباب عند الباب عند الجسمة لا عند هذا وين عند الكرسي عند الكرسي لقيته خلاص لقيت خلطه فتحت الباب. طيب فتحت الباب روح 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 انت افتح الباب انت ليش تقول لنا عن مكانه. ميت انا ميت على السلامه. لا فله خلاص رجع يا عيال خلاص الله يا بدر الله. يلا عيال الحين طبعا الراوند الثاني اوكي طبعا ما فاز في ذا الراوند الحين خلينا نشوف من القاتل الحين. يا فات لا تنبح اول شيء انا ببدا انا القاتل عيال قويه هاي. اوكي انتوا قراركم خلوها معكم يا عيال خلوها معكم تعالوا يلا انا القاتل عيال يلا يا عيال اذا خسرت وما ذبحتهم كلهم ترى بخسر عيال راح يفوزون بال10000 دولار. يلا هني باخذ الاغراض الحين. اوكي يا عيال اتوقع اني خلاص زفنتها بلقاها يا ايه. بلقاها
هلا اكيد هو باني العالم اكيد بيعرف الجبنات. يا نهار لا تضرب. خلنا بس اشيل الكيك ولا الاشياء الخايسة. اوكي يلا يلا يلا. ببدا عيال. هزل هزل. يلا 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 بعدك انت. اوكي يا جماعه طبعا يلا بديت الحين خلاص. خدت سبيد خدت سبيد خدت سبيد خلاص كل ام حق الجبل. الابواب مكسره والاغراض ذي لحظه ما عليه روح بس روح. تعال 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 تعال. ايوه اول واحد راح من الحين. تعال ابي فتح باب ابي فتح باب ما عندي فتح باب. اي صح صح نسيت بعد انت. لحظه لحظه تعريفات. يلا يلا ايوه حلو حلو والله ما ادري استغل استغلت امي. يلا فوز يا عيال 10000 دولار. يلا سهله 10000 دولار زي الهواء. 3000 يلا اي كذا قسم عم التكسير الحلو. هذا لحظه وين بجحك تكفى يا فهد تكفى يا جاسر امي وحر. ها وينكم يا عيال؟ لا تنكبنا احس مزبل. اوكي لحظه لحظه يلا حد الان 7 دقائق ترى عندكم. لحظه لحظه اوكي. ايه ليش وينكم؟ انا فتحت باب. لحظه لحظه خلنا نعاود نرجع. يلا نروح ها وش دخل روح رياضيه شباب. اي خلنا كسرت الباب خلاص خلص. تعال يا تعال انت اذبح جدك خلاص راحت عليك. راح الاول يا شباب. اوكي هذا مو ضعيف ذا سالفتك انت ما تنحاش انحاش. لحظه وين جاسبر ذا ما ادري منه وينه. تعال حسيت انه بيجيني وكسكت بطلع جاف وجهي درع زبنا. الله هذا يوم كان القاتل ما يركض ورا واحد 5 ثواني ويروح. اوكي هذا امك الحقك انا. اي ها ليش ما حطيت في يدك التوتم انت؟ والله حد جلدت بدون شيء. هلا نعطيك يا فادي نعيش شكلك ذبحها. اي عندكم الجا تعال تعال. اوكي والله ما تطلع لقيت الليبر. وينه وينه؟ واحد لعب الضيق. كيف سيب كيف سيب كيف سيب فزت خلاص. طبعا انا اذا فزت انا 10000 دولار. تعال تعال يقطع شكل ابليسك خلاص. اخت الليبر يا شباب لحظه. يا لحظة سبع ارواح خلاص يلا مات 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 يا عيال خلاص خسران 10000 دولار. كم تجي؟ انا قلت ما قلت ممنوع الغش. انا قلت على ممنوع الغش خلاص يلا كمل كمل يلا دوري 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 يا عيال دوري يا تعال تقطع بالنظام الخايد كذا صفقني ذا. تعال تعال لحظة تعال لحظة تعال يقطع ام القول زبدت بالدريشة ورحت لقيتك معرق. لا شلون لقيتك؟ اطلع شكلك مو دخلت كذا زبنت فيه. زبنت في كيف سي لقيته في عنده كرسي. انا ما قلت ممنوع على الغش. انا قلت على ممنوع الغش. الله بابا الله يلا ما تلقى واحد بس. لا تلقى امي يما صفقوني الصيق. يلا يلا ها ما لا 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 يا ابوي طب كده لا خلاص الله يلا 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 دحوم دحوم الله كده صرت فايز يعني الحين خلاص. لا انا قلت عادي. انا قلت على ممنوع الغش بديت مقطع. لا, لا ما قل لا انا طلعت. يا عمو مالك يا رب يعطيك العافيه على مشاهدتنا مقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك. مع السلامه.